السواد يلف حياة ومستقبل عدن، فالمدينة التي حظيت بتحسن نسبي في الخدمات العامة خلال العام الأخير يبدو أنها على موعد مع الانقسام والاحتقان السياسي وغياب الخدمات الأساسية التي قد تصل إلى المساس بأقوات الناس. كانت المدينة قد شهدت قتالاً دامياً انتهى بالسيطرة على قصر المعاشيق، حيث مقر الحكومة التي قطعت على نفسها وعداً بالنأي عن الخوض في الشأن السياسي والتركيز على الملف الخدماتي، فعدن كانت بالأساس تحت سيطرتهم، وما استجد هو تفجير الانتقالي للوضع والتسبب بمقتل 40 شخصاً وإصابة 260 آخرين حسب إحصائية لمنسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ليزا غراندي. بدا وجه المدينة مختلفاً اليوم، إذ أن مظاهر الدمار حضرت بصورة أوسع فيما بدأ الانقلابيون الجدد إدخال المدينة في نفقهم المظلم. وعلى شعبنا أن يسمع، إما أن تصبروا على كل المعاناة فستأتي علينا أيام صعيبة وتلتفون حول القيادة كما عهدنا، سنجوع وستقطع عنا كل الوسائل، اصبروا وصابروا. مسلحو المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات نهبوا قصر المعاشيق، ووفق شهود عيان فإن المسلحين كانوا يخرجون بالأجهزة الكهربائية وأثاث المكاتب، مقر ألوية الحماية الرئاسية ومنازل المعارضين للحزام الأمني كانت هدفاً للنهب، من بينها منزل وزير الداخلية أحمد الميسري. كما أود أن أوجه رسالة للقيادات الانتقالية، شكراً على حسن أخلاقكم في نهب منازلنا وممتلكاتنا والعبث بحاجاتنا الشخصية، شكرا لكم على سرقة ما في منازلنا وسياراتنا، شكرا لكم على هذه الرسالة. إن هذه الحادثة أو هذه الحوادث بنهب منازل القيادات المخالفة لكم، إن رأيناها جميعا تصرف من فئة أخرى وهي فئة الحوثيون، فالتشابه بين السلوكين يؤكد أن المشكات واحدة. لم تقتصر الفوضى التي جلبها الانتقالي على عمليات النهب، بل إن مسلحيه بدأوا بملاحقة شخصيات وقيادات عسكرية ومدنية، حيث حاولت قوات الحزام الأمني اعتقال العقيد سليمان الزامكي، وهو القائد الميداني الأبرز للمقاومة في خور مكسر. ورغم خوضه قتالاً ضد الحوثيين منتصف 2015 أدى إلى إصابته بصورة بالغة، إلا أن ذلك لم يشفع له اليوم. يسير سكان المدينة بصمت وهم يرون مدينتهم تسير نحو المجهود.